نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي لنجوم كبار كابتن شريف عبد المنعم، منور كابتن شريف. منور كابتن. كابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن عادل ابو رحمه. اهلا وسهلا بيك. منور كابتن ايمن. سريعا هنروح للاول بس هقف على محمد معروف الحكم الدولي. خلي بالك كابتن شريف، كابتن علاء، محمد معروف احنا في الجوله 20 لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي منذ بدايه الدوري، يمكن افتكر يعني تقريبا اخر مباراه ادارها الموسم اللي فات كانت ما بين نادي فاركو ونادي الاهلي تقريبا في شهر 3، فتره بعيده قوي قوي قوي. محمد معروف بيرجع للنادي الاهلي. ان انا عايز اقوله يعني الحكم الدولي كابتن دي، ودي مهمه جدا كابتن ايمن، ما تبعدوش ابدا عن المباريات الكبيره، لان انا النهارده لو انا دولي يا كابتن علاء ومش هلعب للاهلي ولا للزمالك، لا ده انت بتلعب في افريقيا. بالظبط. مباراه الاهلي والزمالك لا تقل اهميه ابدا عن مباراه افريقيا، وبالتالي هو يعني كان النهارده محمل بالضغوط نتيجه انه بقى له فتره ما بيلعبش للنادي الاهلي. هنروح لطاقم التحكيم النهارده نشوف كان محمد معروف الحكم الدولي موجود. كان عندنا محمد عبد المجيد حكم اسكندريه، حكم مساعد رقم واحد، وعندنا الصاعد الواعد احمد عادل عبد الفتاح الحكم الصغير دوت من منطقه القاهره، كان المساعد رقم اثنين، صبحي العمراوي من اسكندريه حكم رابع، وكان على الفار ايضا حكم صاعد واعد خالد الغندور، وكان خالد حسين كابتن شريف. الحاله المهمه انا يمكن لخصت المباراه كابتن شريف في بعض الحالات المهمه جدا. شوف هذا القرار الصعب اللي هناك، كان قرار باحتساب ركله جزاء للنادي الاهلي، وبعدين هنا بعد ما حسب ركله الجزاء هنشوف ايه اللي حصل. ايه الاول بس اللعبه دي هنقف عندها شويه كابتن شريف. هنا ستوب ستوب بس هنا سؤال مهم جدا جدا للمدربين، طبعا هي دي مش مخالفه لسه، هنا بنقول لو هي من بره كابتن عادل هنا بتبقى فرصه محققه لتسجيل هدف. يعني ايه؟ لو الحكم حسب من هنا من بره لابد ان هنا يشهر البطاقه الحمراء مباشره، اما اذا لو الحكم حسب ركله جزاء فبتنزل العقوبه من البطاقه الحمراء للبطاقه الصفراء. هنا المعروف حسب من جوه، نشوف هنا المخالفه، نرجع تاني كده كابتن، انا يهمني اشوف البوينت اوف كونتاكت، يعني لحظه التلامس هل هي فين بالظبط؟ مظبوط. وما بحسبش اللاعب هل هي رجليه بس هنا كابتن، انا بس هنا الركبه خلاص، هي هنا الركبه جايه في الرجل الشمال، والحدث خارج منطقه الجزاء يا كابتن علاء. تمام. وليس على الخط. صح. واحنا قلنا الخطوط من ضمن المناطق المحيطه بيها، عارف لو على الخط يا كابتن ايمن؟ ايوه. لو على الخط ركله جزاء. هو هنا تفاصيل اللعبه ما كانش موجوده عند محمد معروف، وهو خد القرار من وجهه نظره، خد القرار من جوه، وهنا كان دور الفار في ان المخالفه كانت من بار. دي حاجه. تاني هنشوفها عشان ناكد تاني في عندنا زاويه كابتن هنا مبينه قوي، يا ريت سمير الزاويه الواضحه اللي هي مبينه المخالفه من خارج منطقه الجزاء نشوفها تاني عشان نبقى عندنا كلام مقنع للكل. ها هو كان في تكمله من كهربا بعد الكوره، في مخالفه تانية، في زاويه تانية قصدي، اسف الحارس دخل خلاص، ده شريف زاويه تانية، زاويه تانية ايوه تمام. هنا كابتن هنا اهي، هنا الرجل خارج منطقه الجزاء، وبالتالي هنا المخالفه من خارج. السؤال هنا خالد الغندور عمل شغله 10 على 10 في الكومنيكيشن، قال له المخالفه من بره، وبالتالي المفترض كارت احمر كان يجب على محمد معروف كابتن ايمن يذهب الى الفار. هو هنا حدد لك المكان وقال لك دي حقيقه مكانيه، انا قلت لك ان دي من بره، هو ده دوره. ولكن يا محمد كان يجب عليك انك انت تذهب للفار عشان هنا في بطاقه حمراء. ليه يا كابتن بقول ده؟ لان في الفرصه المحققه دي ما فيش فيها كلام، اللي بياخد القرار بالبطاقه الحمراء هو الحكم، مش الحكم الفار. فعشان كده بقول ايه، دي في اجراءات الفار كان يجب، يا محمد حكم دوري كبير ما ينفعش حتى تدي حمراء على طول، كان يجب انك انت تروح تذهب للفار وتدي القرار. الحاله الثانيه طبعا هنا البعض يرى ان هناك في مخالفه كابتن علاء، كابتن عادل هنا بس هرجع للعبه دي مهمه جدا جدا كابتن. ستوب ستوب من هنا بس، نمشي شويه سمير معلش، نمشي تاني، لحظه الباص ستوب بس كابتن، بعيد عن الهدف
كابتن رامي ربيعه لو خرج يارده واحده كانت تفسه خلاص هيكسفه تسلل. يعني لو هنا رامي خد خطوه خلي بالك كان ممكن اللاعب ده يبقى تسلل، ولكن هنا شايفين ان هنا اللاعب عمل ايه؟ تنافس عادل يا كابتن يعني نشوف اللعبه هنا تنافس عادل ما بين المهاجم والمدافع. نشوف هنا تمام، خلينا بقى نروح للعبه كابتن سمير. ماشي نمشي اللعبه خلاص ونشوف هل في مخالفه ولا لا. هنا تنافس عادل خالص، وانا هنا لو حطيت جسمي في الاول كنت ممكن اخد فاول كمدافع بالظبط، ولكن هنا هو المهاجم بذكاء حط جسمه ولف وحط الكره جينا هنا هدف. مفيش فيه مخالفه كابتن عادل، الهدف هدف صحيح. اللي بعد كده هنا حاله من الحالات المهمه ايضا، وهنا البعض يرى انه كان هناك في مخالفه. حتى لو كان في مخالفه هنا الحكم عمل ايه؟ مشى اللعبه كابتن، ساب اللعبه طبعا، ودي انا بحسبها لمحمد بصرف النظر هي جت في راسه او في ايديه صح، دي حاله ايجابيه. حتى هو محمد نفسه كابتن محمد راح بعد كده لعلي معلول لان علي معلول كان عايز بينالتي بالظبط. تاني يا سمير معلش دي مهمه قوي، يعني زي ما بنقول اللي نقول علينا نقول هنا اللعبه هنا كابتن ستوب ايهما افضل؟ اديك المخالفه من بره حتى لو كان في لمس يد ولا خلي اللعبه يتواصل، خلينا نشوف ادي واحد اثنين ادي ثلاثه على واحد مظبوط. فهنا هو كان عنده رؤيه كويسه اتاح. خلينا نمشي يا سمير يلا، وراح كلم معلول بعديها كمان يعني نمشي نمشي يا سمير خلاص نمشي اللعب جون يا كابتن. لا تمام مشيت الكوره لا لحظه هي من بره كابتن، يعني هي من بره كابتن لا انا فاهم انا فاهم مش يرجع للفاول تاني. بص بقى هو هيرجع للمعلول جت جون. لا انا بتكلم لو دي طلعت بره هي كابتن هنا لو في مخالفه هو ادى استمرار ورجع راحت للمنافس هرجع احسب المخالفه صح مفيش مشكله. بس هو لما شاف لا الكوره جت هدف حلو الاهلي جابها شوطها قالش قدام لا طالما انا تحت الفرصه واللاعب استلم وانا ما اقدرش ارجع بقى كابتن. انا ما اقدر ارجع امتى؟ لو هي راحت من هنا للخصم للخصم لا هرجع احسب المخالفه او مزنوقه قوي من بين ولكن هنا كابتن انا اشوف حتى هو معروف كان فرحان قوي يعني هو راح للاعب راح قال لعلي شوف كده اللقطه بتاعت معلول راح هو بيقول له علي بص اهو هنا بقى هنا بس سمير هنا برافو سمير برافو برافو اللقطه اللي فاتت دي هتلاقي سمير معلش يعني معلش بتاعت الحكم وبتاعت علي اعتذر له علي معلول تمام يا حبيبي يعني مش انا يهمني خلاص هنا الهدف هدف سليم و بقول للحكم 10 10 ولكن بص هو رايح للمعلول بيقول له ايه كابتن انا اديتك تحت الفرصه ده انا ساعدت في ان الهدف يجي بتطبيق القانون تطبيق القانون وده كانت حاله ايجابيه لمحمد في هذه الحاله. اخر حاله معانا شوف هنا هل في تلامس او في مخالفه. هنا شايف يا كابتن هنا الكره بتقع وهنا تلامس عادي خالص يا كابتن اسمه سلايد كونتاكت حاجه بسيطه كده ما فيش فيها الدفع ولا فيها اي حاجه وفي اللعب دي بتمشي. قرار كان قرار سليم من الحكم وكان قرار سليم من الفار. بقول في النهايه ان التحكيم النهارده كابتن قراراته لم تؤثر في نتيجه المباراه. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله للتحكيم المصري، بالتوفيق ان شاء الله لنادي الاهلي ان شاء الله عادل يا رب في مباراه السبت، واحنا على يقين ان شاء الله النادي الاهلي هيفرح جمهوره باذن الله يوم السبت. شكرك كابتن ايمن دي كانت اخر حاجه. شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا. شكرا جدا. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والداخليه فالاسبوع رقم 20 للدوري المصري الممتاز لكره القدم والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه الصعبه ان شاء الله. طبعا كلنا وجهنا كلام للعيبة النادي الاهلي، كلنا متضايقين شويه فطلعنا بعض من اللي جوانا، ولكن احنا قلبا وقالبا ورا النادي الاهلي، ورا لعيبه النادي الاهلي، ورا جهاز الفني للنادي الاهلي، ورا المنظومه ككل. فتره صعبه جدا جدا جدا، المفروض ان احنا ورا فرقتنا على طول مهما حصل، وده اللي هيحصل ان شاء الله من جماهير النادي الاهلي كعادتها دائما. احنا جزء من جماهير النادي الاهلي او عينه من جماهير النادي الاهلي الفتره اللي جايه تتطلب وقوفنا مع النادي الاهلي في الفتره الصعبه القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتني. بشكرك يا كابتن، والنادي الاهلي قادر كلعيبه وجهاز فني الحقيقه باذن الله ان هم الفتره اللي جايه يكونوا في احسن حال وكل التوفيق باذن الله. كابتن اسامه عرب شكرا يا كابتن شرف. شكرا يا ايمن وان شاء الله بالتوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن علاء ميوب شكرا يا كابتن. اشكرك يا ايمن ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا ان شاء الله القادم افضل باذن الله رب العالمين قادم افضل. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.